المرأة التي تخرج بحجاب ويحط مكياج ما حكمها؟ حرام وضع المكياج، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ثم قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. المحارم فقط والزوج هم الذين يجوز لهم أن يروا مكياج المرأة، أما الأجانب لا يجوز لهم ذلك. لا يجوز المرأة أن تخرج مكياجها ويراها الأجانب من غير المحارم وغير الزوج.